اكتشفت بعد سنين طويله ان انا وحماي كنا جيران وكنا بنلعب مع بعض واحنا صغيرين. مش عارفين؟ ما كناش عارفين. لا هو اللي كان عارف انا مش عارف, او يعني انا مش رابطه بين حماي اللي كنت هو محمد ده هو اللي كنت هو. بلعب معاه وانا صغيره. أوكي. وهو حماي اللي كبر وبقينا زمايل. أوكي. ما كنتش رابطه, هو كان واخد باله او كان رابط لان كان بتلعبوا ايه وانتوا صغيرين؟ كان في بينا صديق مشترك جار برضو مشترك اللي هو دلوقتي بقى اعلامي مشهور باسل عادل. فهو باسل كان جاري انا قريب مني خالص يعني الشقه اللي لازقه في بيتنا في شقتنا وحماي كان جنبنا. اوكي. فحماي وباسل انا بلعب مع الصبيان طول عمري. تضربيهم يعني انغام؟ تضربيهم ولا تضربيهم؟ مش بيلعبوا العاب ايه يعني انغام وحماي بيلعبوا ايه؟ بنلعب اولى وبنلعب بس طلعت دقيقه قوي. كان مين اللي بيكسب احكي لي؟ لا والله ما فاكره. هو برده هو اللي فاكر. حلو بقى اكتشفته بقى يعني ربطتي منين ان هو من خلال باسل صح كده؟ لا حماي اللي فكرني. قال لك اتقابلنا عند مذكور وقال لي على فكره احنا كنا بنلعب مع بعض زمان في الشارع الفلاني اسماعيل. مش فاكرك على فكره. لا ما اول ما قال لي باسل قلت له يا ابني الايه طبعا انا فاكر باسل ومش فاكرك انت برضو. جت من هنا الاغنيه في المقابله دي جت فكره الاغنيه. اصحاب جدا يعني اصحاب من زمان يعني يعني بعد كده بقينا اصحاب يعني نتقابل كتير وكده. الاغنيه جت بالصدفه البحت على فكره انه حماي كان غالبا عاملها لنفسه او عاملها لحد مش انا يعني, بس انا اللي شبطت فيها لما سمعتها وطلبت من يعني امير كان بيسمعها لي على سبيل يعني بياخد رايي فقلت له انا عايز اغني الاغنيه دي. مبتدا دوت كوم.